رائحة الخبز بركة من بركات البيت، رايحين نشوفوها مع بعض اليوم في وصفة نقدر نقول يعني سهلة جدا بدون عناء ومقادير قليلة، وهذا هو هدفنا أن البركة دائما تكون في القليل. بالنسبة للمقادير هنا واش نحتاجو؟ نحتاجو كاس تاع الحليب يكون دافي، كاس حليب دافي رايح يقابلو كاس تاع الماء. أنا هنا فضلت أنه نختار ماء تاع الشعير. عندي زوج مغارف كبار تاع ماكلة خل، مغرف تاع ماكلة كبيرة سكر، ومغرف تاع ماكلة كبيرة خميرة تاع الخبز، راني مخلطتهم مع بعض. عندي هنا مغرفة تاع قهوة خمارة تاع الحلوى، حتى الباكية تاع خمارة تاع الحلوى، وتشكيلة هنا تاع حبوب، عندي سانوج، عندي كمون، عندي حبة حلوى، يعني الشي اللي موالفين نتعاودو نديروه في الخبز. زيادة على هذا عندي فارينة وعندي كاس تاع زيت الزيتون ولا زيت المائدة، دوك هذه تولي ليكم. رايحين نشوفوا مع بعض كيف نحضروا الخبز نتاعنا. عجينة قطنية هشة وتتوجد يعني ليه ليه فم فم. هنا عندي سوائل نسبقوا دائما في السوائل، وعندي فارينة وزيت الزيتون. عندي كاس تاع حليب، عندي كاس تاع الماء، الماء تاع الشعير انا ما نستغناش عليه نتكلموا عليه. هنا عندي كميه تاع الشعير قبل نعبروا الكاس تاعنا تاع الزيت. عندي كميه تاع الشعير نحمصها في مقله نار قليله بلا ما يغمق اللون تاعها، نشم فقط الريحه طلعت نطفي النار، نخليه يبرد، نديره في علبه الوقت الحاجه نجبد، مثلا سحقيت مشروب ولا شاي ولا ماء للخبز، نشل الكاس تاع الشعير محمص مليح مليح تحت العين، ومن بعد لانه هذه نبته، ومن بعد ندير طجره تغلي فوق النار تاع الماء ونخليه يغلي واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. بعد اللي يغلي طفي عليه النار، يريح 5 دقائق مع الشعير، تصفيه وديريه في الثلاجه. يعتبر كمشروب، يقدر يكون كما تروني به العجينه المملحه مثلا تاعك. عندي كاس حليب، كاس تاع الماء عادي ولا الماء تاع الشعير، وعندي كاس تاع زيت الزيتون. زياده على هذا زوج مغارف تاع الخل تاع ماكله، عندي هنا مغرف سكر ومغرف كبيره خميره تاع الخبز، لا ما ننساو الملح، يتخلطوا كاع مع بعض ونضيفوا لهم الفارينه بالعقل، نتحصلوا على عجينه طريه وفتيه من هذا السوائل اللي درناه. يعني ليه ليه ما تسحقي لا عجن لا والو، غير بيدك، شي كاين في الدار، يعني كل شي كاين في الدار كيما راكم تشاهدوا. الماء تاع الشعير يعطيني واحد النسمه مع زيت الزيتون، جربوا هذا اكتشفوها. هنا نحطوا الملح، وشكون اللي يستغنى على خبز الدار؟ يعني كي طيب ولا نشم ريحه الخبز في الدار تعتبر يعني بركه. هنا عندي باكيه تاع خميره تاع الحلوى، ومغرف تاع ماكله خميره تاع الخبز، هذو كامل نلمهم بالفارينه. تعتبر يعني هذه عجين اساسي تقدري ديري به يعني حوايج بزاف، المنطلق تاعها يعني بدم الخبز. وزاكية تعطيك كمية لاباس بها، قد ما يكون الخبز يعني طري العجينة تاعو يجيني خفيف وفتي. إذا هذه الوصفة، ما نعجلوه ما والو، ما يحتاج منك عناء، فقط تلمي العجينة تاعك وتخليها ترتاح.
نغطيه ونخليه يرتاح. هنا عندي عجينة مخمرة في الثلاجة، يعني ضعف الحجم تاعها كيما راكم تشاهدوا. عندي سنيوة اللي ندير فيها الخبز تاعي، وشوية تاع الفارينة. نهبطو كامل هذه العجينة تاعنا، حلوة وشي بالحلال. ونحطوها تخمر. نحبو يعني العائلات كي نديرو خبزة كبيرة ومن بعد تقسميها، يعني بعد اللي طيب تقسميها. هنايا نسوي لها كامل الوجه نتاعها، كيما راكم تشوفوا نجيب حبة تاع البيض ندهلها الوجه تاعها، نرشوها بالحبوب ونخلوها تزيد تخمر. ندي الصفار وخلوها تخمر. خاصة هذا خليط التلميع اللي نديروه على الوجه، يعني هو وجه الخبز، يعني صراحة قد كيما كانت الوصفه دايره بحالها لازم ندهن الوجه نتاعها، خاصه خبز رمضان. هنا نرشو هذا الخليط، عندي كمون، عندي زرعه البسباس، عندي حبه حلاوه، سانوتش، وحتى بذور الكتان، تعطيني يعني نسمه للخبز. إذن هذه هي الوصفة نتاعنا، سهلة جدا. نغطوها ونخلوها يضاعف الحجم نتاعها، عاد نديروها في الفرن 200 درجة ونخلوها طيب. شوفوا يعني بساطة يعني مقادير اللي درنا بها الخبز نتاعنا، والله دائما نقولوها ونعاودها أنه البركة دائما في القليل. هذه هي يعني وصفتنا نهار اليوم، دائما ما تنسعوش لبركة الطعام في المطبخ كلمة واحدة. الله يرضى عليكم، من العادة حتى العبادة. الصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. الوصفة تاعنا اللي اخترناها لكم نهار اليوم أكيد وصفة اقتصادية جدا، ثلاث مكونات، عندي دجاج وزبدة ومعلقة. تقولي لي واش راح نطيب أنا بهذا الثلاث مكونات؟ نقول لك احنا ما تحيروش، لأنه دائما البركة راهي في القليل فقط. إذا عندنا اليوم حساء دجاج نلقاوه لداخل ولكن بكمية قليلة، والوصفة بزاف بنينة. هنا نحتاج مرق، هذا المرق كيف حضرناه؟ عندي فيه قطعة واحدة دجاج. واش كان عندك يعني مرصوص غير دجاج؟
تحطي معاه حبة تاع زروديه مقطعة على 4 ولا على 6، وزوج حبات بصل كبيرة ثاني تقطعيها على 6. عندي قطعة رند، ملح، فلفل كحل، وغصن صغير تاع كرافس، سنة تاع الثوم، يعني طيبيهم مرق حتى يتحصلي على هذا الكثافة هذه. والقطعة تاعك تاع الدجاج الطيب. عندي هنا قطعة تاع الدجاج اللي طابت لي في المرق، يعني بارد في بارد، بعد اللي طيب نفتوها ونصفوا المرق وحده. عندي أيضا قطع تاع الزبدة. زيادة على هذا عندي فيرميسال وعندي مغرف فارينة. هذا وش نحتاج في الوصفة، ولكن حساء في القمة، يعني قلت حساء دجاج ولكن بكمية قليلة. هنا نحطوا المرسو تاعنا تاع الزبدة يذوب مع مغرف فارينة. شغل رايحة تكون عندي بيشاميل، مغرف تاع الفارينة، قطعة تاع الزبدة، وبه الزبدة ما تنحركش نحطو لها مغرف تاع الزيت وتجيني خفيفة. المرق تاعي راهو معطر، فيه الرند، فيه الثوم، فيه الجزر، فيه الكرافس والبصل. وانتي درتي حساء مع يعني خبز تاع الدار، ولا نغيروا من ذاك في شهر رمضان، ولا حتى كوجبة تاع غدا خفيفة ولا تاع عشاء. هنا ذوب الزبدة، علاه قلنا انه تقولي عندي مرسو دجاج واش راح نطيب انا بالمرسو. هاي الوصفة يعني بين يديكم، وهذا هدفنا، يعني هدف البرنامج انه ندير يعني وجبات مالحة ولا حلوة، ولكن نعرف نخمم يعني ندبر ونوفر. أكيد يعني تكون عندي بركة في البيت. هنا نحط مغرف كبيرة حتى لزوج تاع فارينة، دوك أنا والمرق اللي عندي، ونخليها تدي الطعم باه يجيني الحساء بنين نعطي له حقه. عندي ملح ما نكثروش لانه المرق تاعي طايب بالملح. هنا شوفوا معايا لازم الفارينة تتحمص تعطيني لون بني مع الزبدة والزيت، وهذا هو اللي يفرق في الطعم. عندهم يعني كميات قليلة، ولا حتى ما كانش يعني كما احنا نقولوا اجبان ولا حوايج زيادة اللي راهم عندنا احنا الان، ولكن كانت عندهم البركة، كانت عندهم البنة في اليدين. هذا هو الشيء يعني اللي خلانا نرجعوا للوراء شوية. الوصفات الأمهات تكون عندي حاجة قليلة ونعطي لها الطعم. هنا تتحمص لي مليح حتى تحصلت على ذا اللون البني اللي راكم تشوفوا فيه. هنا نحط المرق، نحطه بالعقل. المرق بعد اللي طاف صفيته كما راكم تشوف. هنا نجيبوا الفوي، نحطوا شويه تاع فلفل، نخليها تغلي. هنا المرق تاعي راهو يغلي، مباشرة نحطو الدجاج. والله مازال ما حطيت الدجاج، وريحة الدجاج يعني طالعة من المرق. فقط المرق اللي كنت عطرته مليح بالخضرة وبالرند هو اللي عطاني هذا الطعم. نحطو الدجاج ونحط كمية صغيرة تاع فيغميسال، ما نكثروش بزاف.
بسم الله. ما تغلي طيب لي برك هذيك الفيرميسال، نختموها ب عندي هنا قصبر يابس معدنوس يابس وكرافس يابس، هذو دائما نستعملهم يعني نعطروا بهم سواء كان حساء ولا حشو اي نوع يعني تاع مملاحات. كما راكم تشوفوا هنا هاي تغلي معايا، وشوفوا هذاك القطعه تاع الدجاج كيف فتناها، يعني كل شخص تكون عنده يعني كميه وفيره تاع الدجاج، ماشي واحد يدي واحد يقعد، لانه قطعه ما راح تدي لوالو، ما تكفي ما توفي. بهذه الطريقه البنه طالعه يعني والكميه، وهذه هي البركه دائما نقولوها في القليل. هنا خلاص نطفي النار، شوفوا يعني البساطه دقائق، الحساء اوجد. نحط كما راكم تشوفوا، اذا الحساء تاعنا ها واجد يعني خلال دقائق كما راكم تشوفوا، النكهه تاع الدجاج يعني طالعه. احتفظت بالبنه لانه فقط درت فلفل الكحل والملح، وختمتها بالحشاوش ناشفين. هذه هي بركه الطعام، دائما نقولوا من القليل نديروا الكثير، والبركه دائما تكون في القليل. اذا ما تنساوش دائما في بركه الطعام، الصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. الكثير من الناس يشتكون أنه ما كانش بركة، والدنيا هذه نظامان، نظام مادي ونظام غيبي، والنظام الغيبي يستجلب من عند الله بما يشاء ولمن يشاء. إذن بركتنا النهار اليوم كانت حاضرة معنا، حضرنا بها وصفتين ولا أروع. الوصفة الأولى كانت حساء من قطعة واحدة تاع الدجاج، ثلث مكونات. كانت عندي مرق تاع الدجاج اللي طاب فيه المرسو تاع الدجاج، فارينة مغرفة واحدة، والزبدة قطعة واحدة، وحضرنا بها حساء كأنه طاب كامل، يعني بجاجة كومبلي درناها في هذا الحساء. إذا هذه هي البركة، طحت معنا في قطعة واحدة وحضرنا حساء عائلي الأفراد العائلة، خطواته كانت واضحة أمامكم. هذا الحساء أكيد راح يكون معاه نوع من أنواع الخبز، حتى الخبز يعتبر بركة كي تكون الريحة تاعو يعني طالعة في البيت. هذه هي البركة يعني في الدار، خاصة كي توجدي حاجة من حاجة قليلة وتكون عندك كمية وفيرة. كنا شفنا خبز يعني قطني نقدر نقول، سهل التحضير وبدون عناء، سوائل طميناها بالفارينة، الخميرة والبقية شفتوا خطواتها واضحة أمامكم. إن شاء الله برك تجربوه، رو أمامكم خطواته واضحة، النتيجة ما نحكي لكمش عليها حتى نهار تجربوها. لبركة الطعام، الصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. ودائماً يطيب ويحلى الختام معكم بذكر الله، فسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.